مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مثل كل نهار جمعه ببرنامجنا حديث الجاليه يلي بنعرضه 6:30 على واتساب ميديا نتورك. اكيد يمكن البعض في بعض الاحيان بينتظروني لاحكي عن المسيرات وعن الثورات وخاصه الوضع اللي قائم عندنا بلبنان. هالمره لا، نحن عم نحكي كمان نحن عندنا ثورات بجاليتنا وببلدنا وببلاد الاغتراب. اكيد نحن بنتمنى السلام يعم مش بس على لبنان، على العراق ولبنان واليمن وكل الدول العربية يلي فيها نزاعات أكيد عم تأثر على أبناء شعبها. فتحية لكم. خلينا نبلش نحن وياكم اليوم برنامجنا. لبناء مجتمع صالح عليك الإعداد جيدا وتربية الأولاد على حب المستقبل، وليكون هذا المستقبل زاهرا لابد من تأمين مكونات النجاح. فبعد تربية المنزل يأتي دور التعليم والمدارس التي تشكل للأولاد انطلاقة المستقبل، والتي من خلالها نتعرف على مجتمع قادم. لذلك لابد من تجهيزها بكامل المواصفات التي تنتج من خلالها مجتمعا قويا، بدايته الطالب والمدارس معا. بدي شكر كل اللي عم يحضرونا، تحية لكم فرد فرد. أي شخص عنده أي سؤال بخصوص حلقتنا لليوم يكتبوا ونحن بنقرأ. وبدي ذكر شغلة كتير مهمة، أنه أكيد صفحة واتساب ميديا نتورك لا تتبنى أي رأي، لا تدعم بإيه أو لا، ولا تتبنى اي راي من راي الضيوف وحتى رايي انا، لا تتبنى اي شيء. فمشكوره اكيد صفحه واتساب ميديا بمديره حسين هاشم. وباكيد بدي شكر السبونسر اللي هني دائما عم بيكونوا معنا بكل حلقه وحيكونوا معنا بكل حلقه، وهودي الاشخاص انا بتوجه لهم تحيه كتير كبيره مني ومن البرنامج حديث الجالية لألكم فرد فرد. أول شيء بدي أقول لليمو إكسبرس مروان فرج شكراً، علي شرارة تيم نمبر وان هو نمبر وان كمان شكراً، ديربون جاكوار الكابتن محمد حجازي يلي عنده كتير برنامج حلو لتربية الأولاد كروياً. كمان عنا بيجري الحج عبد أيوب، في عنا ميدريد قال لي ما أذكر اسمه بس ولكن مش حرد عليه، الدكتور حسين عبد الله. عنا ديزرت إن ألاسكا الحج محمد نمر، وعنا ليو كوني ايلاند السيد ايوب ايوب، واخيرا فيديد ريهاب فيزيكال ثيرابي اند ريهاب سنتر لخينا وحبيبنا طارق عوضه. بدي رحب باليوم باكيد ضيفي لهذه الحلقه، يعني اللي في ناس كتير ناطرينها لسبب واحد، لانه الضيفين اليوم هن مع البند المقترح للقروض او القرض العقاري لتحسين مدارس ديربون، وفي ناس كمان ضد حيكونوا معنا جمعة اللي جاي إن شاء الله. وهيك بناخد قد ما فينا ناخد آراء الناس حول هيدا الموضوع، ومنشوف الأنسب والأصلح نحن بنمشي فيه، ومنخلي الجالية كلها تمشي فيه، لأنه نحن بالنهاية بهمنا مصلحة الجالية أولا، أكيد الجالية اللي هي تعني كل الجالية العربية وليس فقط اللبنانية. بدي أكيد رحب بخضر فرحات، خذوا فرحات كلكم تعرفوه ناشط وكمان كان مرشح للبورد اديكيشن المجلس التربوي وما حالفوا الحظ، فاهلا وسهلا فيك حبيبي. وان شاء الله حبيبي. كمان انت ناشط على صعيد كل شيء، يعني مش بس التربيه. نعم. وانت حيكون لك حلقه معي خاصه بعدين بنعلن عنها. الله يخليك، مشكور على اللقاء حبيبي خضر. كمان في عنا العضو بالمجلس التربة والتعليمة الأستاذ عادل مزاب، أهلا وسهلا فيك. أنت من بعد صراع مع البورد أديكيشن قدرت تاخد هذا المنصب وتكون من ضمن الجسم التعليمي. هلأ نحن عنا هيدي الحلقة معروفة عن الباند اللي كل الناس مفتكرة أنه هذا الباند هو جديد مستحدث، ولكن هو قديم مستحدث، يعني هلا رجعته وطرحته. قبل ما نبلش نحن اسئلتنا، لانه في اسئله كتير وبدنا نقرا اسئله العالم أكيد. حول هذا الباند، فيك تعطينا تعريف
للناس، يمكن انا بعرف وفلان بيعرف، انا بدنا اجيب حسين هاشم كان لحتى نقدر تعرف شو نعمل فيه على على الطاوله، بس لا أكيد. رفض حسين رفض، هرب هلا بدي لا ما ربت شد لا هو قال لي لا اكيد، هو قال لي في عادل وفي خضر اني كمان بيقدروا يحكوا، هو اجدر كمان، وحتى أكيد. بعرف انه في كتير عندنا بالجاليه ناس بالجاليه داعمين هيدا الباند، واخرهم يمكن سمعت انا فدوى حمود اكيد المحاميه اللي بنحترمها، وقالت انا ياس ناس كثير داعمين للباند ونتشكرهم، وفي ناس كمان وكمان في ناس ضد الباند ونحترم ارائهم، نحترم احنا في بلد ديمقراطي وكل واحد له رايه اكيد. اعطيني تعريف عن الباند لحتى نقدر نحن نبلش نحن معك. اعتقد قبل ما ندخل في الباند اول شيء احب ان اشكرك استاذ عباس على استضافتي في برنامجك حبيبي. وايضا اشكر الاخ حسين على الدعوه. القضية أنه مدارس ديربورن أو المدارس في الولايات المتحدة يتم دعمهم من ثلاث موارد والموارد اللي المورد الكبير هو من الستيت الولاية بتعطي المدرسة لكل فرد، لكل طالب بيدخل المدرسة بتعطي هاي المنطقة التعليمية أو الشارتر سكول، إذا كانت public charter school بتعطيهم يعني في السنة 8600 في ميشيغن، في ولاية أخرى تتراوح أو تتفاوت هذه القيمة ب100,000 دولار 8000 دولار لكل طالب 8000 لكل طالب بفوت على بكل سنة. أوكي فعلا. والمورد الثاني بيكون من الفيدرال government أيضا بيعطي لكل المدارس بنسب متفاوتة حسب الحاجة، وأيضا هناك ممكن الجرانتس ما جرانتس اللي متبرعين يعني مثلا أو يعني يا أو البنوك هي أو أو منظمات خيرية أو منظمات خيرية يا والمورد الوسط اللي هما بين الوسط بيكون يعتمد على الناس اللي هم ساكنين في المنطقة اللي بيستفيدوا من هذه المدرسة وبتيجي من ضرائب البيوت وضرائب العقارات. سو انت بتدفع كل سنه بروبرتي تاكس وضرائب البيت او ضرائب العقار مش كلها بتروح للمدارس ومش كلها بتروح لخدمات المدينه او البلديه ومش كلها يعني مجزأة. واعتقد ان الاخ حسين عنده وانا عندي انا اي برينتد ذس هاي بالكالندر، لو تشوف الكالندر مثلا للسيتي اوف ديربورن اذا في حتى yeah. هيك على الكاميرا بيشوفوها، مش عارف اذا بيشوفوها كذا هاي كاميرتك هونيك City of Dearborn إيه؟ بتقسم الدولار إلى يعني نسب، فبيقول لك هنا إيه؟ 34% or 34 cents of that dollar يعني أنت إيه؟ بتدفع property tax، يعني أنا مثلا 5500 بدفعها property tax عن بيتي كل سنة للسيتي، ما بفكر إنها كل والله الفلوس بتروح للسيتي بتروح كل المدينة، ولكن بتجزئ منها أنه في مثلا المدينة بتاخذ بس 32 سنت من هذا الدولار اوكي، وكمان بتاخذ 6.2 سنت للسور سيستم تبع المي والمجاري وال سو في مدارس ديربورن مع الستيت تاكس بس لما صار لما عفوا لما صارت المشكله يوم السور سيستم ما دفعوا لحدا هاي المشكله لازم ما دفعوا لحدا ما هو احنا بندفع كل سنة على هذا السيستم وللأسف السيستم لا حتى يعرف العالم انه لما صار فلود عندنا من 2014 ما دفعوا لنا اذا الجفرمنت دفع مش للأسف الشديد انه السور سيستم اللي بندفع له ما يعني ما شغال فالشيء الثاني انه 34 سنت 34 سنت of the dollar goes to the city of Dearborn public schools and it goes also to the state. هي طالعة الآن أوكي ممتاز. سو هاي الصفحة الرابعة من الكالندر تبع سيتي أوف ديربورن، you can go online and you could see it. So 34.6 cents بتروح مش بس لديربورن سكولز، بتروح كمان للستيت وبتروح لديربورن سكولز. أوكي الآن أنت بتقول مثلا من 32% بتروح الفلوس للتعليم و 32% او مع لو ضفنا تبع المجاري هيكون 38% بتروح للسيتي سيرفيسز. بعدين وين راحت الفلوس الاخرى؟ معنا 5.7 بتروح لهنري فورد كوليدج،
وفي كمان 4.3% او 4.3 سنتس بتروح للوين كاونتي, وفي 5.0 بتروح للوين كاونتي سكولز. سو البروبرتي تاكسز مجزئه على 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 مدارس ديربورن او المدارس حتى في مدن الجامعات بتضطر تاخذ قروض وبتضطر ترفع هاي النسبه عشان تغطي احتياجاتها, لانه 8000 لكل طالب مش كفايه. ممكن كفايه عشان نعلم الطالب, ممكن كفايه عشان نجيب له كل الخدمات التعليميه, عشان ندفع للمدرسين وندفع للنيرسز وندفع للسبورت سيرفيسز اللي بيجوا وندفع للباص درايفرز, اول اوف ذيس ثينجز, بس مش كفايه انه كمان. في ناس عم بيقولوا كده بيلدينج ما بيلدينجز باجي وبخلي كمان لا خضر ما بيأثر على كانتون وناس بيتكلموا على نورثفيل. طيب كيف هدول المدن قادرين انهم معاهم مدارس افضل وتاكس اقل؟ يعني كيف انهم بيسووها؟ يعني احنا ليش احنا بناخذ فلوس اكثر ومدارسنا عتيقه يعني قديمه؟ بس في ناس قالت لا انه انتم, او بالاحرى البعض الاخر الطرف الاخر قال لا انه هودي المدارس بعد ما عدتوا هالقد, يعني من فتره ما بعرف كم سنه جابوا قرض وحسنوا المدارس يعني اكيد يا. ايه قالوا انه ليش هلا بدكم ترجعوا تعملوا تجيبوا يعني بدكم تجيبوا هلا القرض بعد بكير عليه؟ اكيد في عام 2003 تم تمرير قرض اللي صار ولعشرين سنه لقدام, يعني احنا لسه بندفع لهذا القرض اللي اخذناه بعام 2003 حينتهي بعام 2022, وفي قرض ثاني اخذناه بعام 2013 لتحسين التكنولوجيا في وكمان توسيع بعض المدارس في عام 2013 وحينتهي كمان بعام 2023. سو القرض اللي اخذناه بعام 2003 مش جابنا بس وسع بعض المدارس, نو جابنا مدارس, جابنا مدرسه جير بارك, جابنا مايكل بيري سنتر, جابنا مدرسه لاينا اليمنتري. كمان فاتني بس العالم يا عادل عم تفل من ديربون, هو معروف يعني انت بس تروح تسكن يعني هلا انا مش انا مش لا مع ولا ضد انتبه انا بدي لانه في اسئله كتير وفي ناس من ديربون في ناس كتير عم تفل معك منها لا في ناس كتير عم تفل من ديربون. العقار في ديربون غالي جدا لانه من الناس في طلب كثير, في طلب لانه في نحن لانه نحن جاليه عربيه اكتريه بس في انت بتنكر انه في ناس عندها انتعاز من المدارس بديربون من اداء المدارس بديربون؟ انا بقول اذا بدك تنكر ما مش معناتها مش معناتها مش قاعد بالجاليه. انا حديث الجاليه كل المدارس لها مشاكل وفي انا من اول المنتقدين. انا طيب. صار لي يعني في هذا المجال اكثر من 6 سنوات ومنتقد لحال المدارس وبقول الستيت اوف اديوكيشن نيدز تو بي امبروفد. احنا ما نجهل وحنكون جاحدين اذا قلنا مدارس ديربون والله تمام والله وير دوينج اكسلنت جوب, نو ذير از ا لوت اوف روم اوف امبروفمنت, في مكان كبير عشان نتحسن وعشان نكون أفضل. بس حنكون إحنا, أنا أسألك أستاذ عباس وأسأل الجميع, حنكون إحنا على السايد لاينز بنقول والله مدارس ديربون مش تمام بندفع كل هذول التاكس دولارز ولا بنسوي, ولا حنكون ليش ما نكون جزء من الحل؟ هذا سؤالي للجميع, إنه كيف إن إحنا نكون فعالين في المدارس سواء كنا أهالي سواء كنا حتى ما يكونش معانا أطفال في المدرسة, بس كيف ان انا اقدر اكون جزء من الحل مش بس والله بشتكي و I become part of the problem. في ان شاء الله حلول. هلا كلا اكيد في عنا بعد فضل. انا بعد ما سالتك الاسئله اللي كمان في ناس بعتينا لحتى نسالك اياهم اكيد واحنا هنا بشكل... نكون عشان نكون شفافين ونكون واضحين مع الناس, لانه هاي امانتكم. احنا اول شيء بنأتمن الاولاد في المدارس والشيء الثاني انه كمان بنأتمن اموالكم اللي بتدفعوا منها البروبرتي تاكس عشان نحطها في المكان المناسب. ما هو اساسا لو كنا شايفين نحن انه في اتفاق بديربون او بين ابناء الجاليه على هذا القرض يمكن كنا عملنا حلقه عن صرف مثلا او شو بدكم تعملوا بالتحسين, ولكن في اراء عم تقول لا انا ضد هذا المشروع وهذا شيء, وهذا انا اعتقد انه شيء صحي. في ناس بيقولوا اوه ليش في اختلاف, ليش في اختلاف, انا اعتقد انه لا الاختلاف في الراي لا يفسد من بالود قضيه ولكن قضيه. شكرا. بس فانه الناس المشكله اللي باخذ مشكله معاهم اللي بياخذوها مشكله شخصيه بشخص ليش عم شخص يقولوا هذا الفلوس وفي فساد وما فساد. طيب اذا في هذه الاشياء صديقي لو سمحت
هات ما عندك يعني على المدعي البينة زي ما يقولوا. يعني if you're saying there is corruption, please bring that forward so we can see it. لا انت عم تعجل على اسئله الروم. جايك بهودي الاسئله اللي المسائل الاسئله المسائله. اكيد الاستاذ خضر لازم يتحدث. خضر كيفك يا خضر؟ لا ما نحن نحن بنقدر نعدل بين الضيفين. خضر انت ناشط اجتماعي وتربوي طبعا، على اي اساس انت داعم هذا المشروع؟ صح، اول شيء بتشكرك على الاستضافه، تحيه لك المشاهدين اخ عادل، شكرا على قدومك وتحيه لواتساب على طول تفتح الهواء لنناقش قضايا جاليه من كل نواحيها. الباند خي عباس هو سندات ماليه بتم يعني بتدين المدارس لحتى تنجز مالي لتنجز ميجر بروجكتس. ايه وبيتم دفعه، كانك عم تدفع المورجج كل اخر شهر مثلا دفعه معينه على سنوات معينه. طيب بس حتى اقول لك ليش انا عم بدعم الباند، بس ناطج نص العالم المشاهدين بس نبذه. 2002 لما مر ال 150 مليون دولار 2002 مثل ما قال الاخ عادل تم بناء اربع مدارس، تم اديشن لكذا مدرسه ايضا. 2013 تم موافقه على 76 مليون دولار، استحدثت اشياء بالتكنولوجي بالباسز مال باسز سكيورتي ابجريدز، واليوم كمان توسعه نعم واديشنز، واليوم واليوم طبعا انه في اذر امبروفمنتس، واليوم عم نطلب 240 مليون دولار للمدارس. ليش اليوم لتبني مجتمع افضل؟ مجتمع عفوا، بس انت اخر لا قلت انت بال 2013 اخر 76 مليون 76 مليون ب 13. طيب بال 2015 يعني هلا نحن ب 19 يعني 6 سنين خربت المدارس. صار بقى زي صار بدها يعني استحدثيات ب 240 مليون دولار. لا ما هو انتبه، ما هو في اشياء تصلحت من 2002 و 2013 وفي اشياء بعد ما تصلحت. يعني انت ب 2002 لما عم صلح كل اشياء كان بعدها شغلات بعدها جديده، ب 2013 كان بعدها شغاله. بس ايه هلا ليه واحد بده ينطر لحتى يوقع المحظور لحتى نحن نتحرك؟ بعدين مدارسنا اليوم نحن عم تحكي عم نقارب 22000 تلميذ، يعني جالية عم تكبر. ليه بدنا نخلي شغله تصير سيئه لحتى بعدين كله موجود على يعني انتوا عم تستبقوا الامور يعني طبعا عم دافع عن المدارس. هلا في سؤال عن قصه الاحتراز خضر، بديش اقاطعك يعني، بس في سؤال عن قصه الاحتراز وليش الناس بدها تدفع وبعد القرار ما تنفس او بعد بكير لشو اسمه. انا يعني ما فيك تلومني لإلي اذا انت منك منخرط بالجيلي مثل اي مدينه. وهلا انا رح احكي عن نورثفيل يلي الشباب عم يحكونا عنها من شهرين، نفس البروسس خصم طبعا اصحابنا واصدقائنا. لا احسن يقولوا احسن يفكروا الشباب يعني لا حتى شو المستمع يعني انه نفس البروسس يلي اتبع بديربورن اتبع بنورثفيل، نفس البروسس لا راح ولا اجا. وهلا رح احكي كمان بالتفاصيل ورح نحكي بارقام يعني مش عرفت كيف. طيب اليوم على مدار سنتين تم تشكيل لجنه من مهندسين من مدراء بالمدارس من ناشطين اجتماعيين ومن عايشين بالجاليه وعايشين بالمدينه اصحاب اختصاص. طيب قعدوا درسوا وقدموا البرزنتيشن قدام مجلس التربوي وكله مسجل على الفيديو. يعني بده يقولوا لنا انه اليوم ما سمعوا باللجنه. طب هلا طب معلش يعني انا عندك سؤال تاني بعدين انه اضافه انه زهنا ما كانواش منخرطين كما يجب او على الاقل الغالبيه العظمى منهم. انا شخصيا ولا مره ملتقي بحدا بالسكول بورد ميتنج معهم. طيب هل ان كلهم اليوم عم بيعملوا شير للارتيكل تبع جيري وارنشاك واللي انا قريتها من وقت ما نزلها باك ب 22 جولاي؟ كم واحد قراها بوقت نشره؟ ليش هلا اول سادن هلا صار كان عم يعملها شير؟ وهو جاري عم بيقول انه انا خي لما وضط قدم شرح، بس شرح وافي وشرح كافي. واليوم مدرسنا خي عباس مش تجره اليوم مدرسنا هذا اللي خرجت اجيال. طب البعض الاخر مش عم بيقول انه تجاره، هي انه عم بيقول طيب انه ما بلش يعني اول شيء بكير يعني هلا لنصرف احنا 240 بلش اول شيء خي عباس 40 مليون يعني بلش اول شيء بتهديم المدارس. اليوم هن غير رايهم، اليوم عم بيقولوا لا احنا ما طلبنا هيك. لا بلا مطلب كان هيك، المطلب كان انه تعالوا نشيل المدارس القديمه ونبني فيها ونلاقي مدارس ونلاقي اراضي ونعمل ونسوي. طب اليوم بدي ادفع انا ما يقارب المليار دولار
إذا مش أكتر مع الفوائد ومع الواحد ومع إيد العامل وهيك لحتى عم دارس. طب ليه بدك تقبل تدفع تاكس أكتر هنيك؟ ولا صارت القصة أنه بس معنا عفوا على الكلمة أنه صارت بس أنه لأنه أنت بدكش إياها تمرق صبداش تمرق يعني ما على شيء. يعني أنت قصدك أنه إذا أنت بدكش تدفع تاكس على بيتك، أنا ما عم حدد أي شخص، عم نحكي ككل. طيب. أنه إذا بدكش تدفعوا تاكس على بيوتكم الغالية ما توقفوا بوجه تمرير هذا لا هلا انتبه كرمال اولادنا كل انسان يعني. عنده كل انسان هو حر كل انسان لا مهني معتبرين ايه. مهني معتبرين خضر بس مهني هيك بينت اي لا مهني معتبرين انه هيدا ايه. المصاري اللي حتاخذها الدوله او انتوا اللي حتاخذوها ايه. من الدوله او البورد اللي حياخذها مش انت عفوا يعني ايه. ايه. انه هيدي المصاري هن كمان حيكونوا ايه. جزء بدفع تاكساتها ودفع الفوائد تاعولاتها. اول شيء بدي وجه تحيه للمجموعه اللي بلشت نقاش حول التاكس، بس ما فيهم كمان يعني ياخذوا ويصبوا جم غضبهم على المدارس وعلى التلاميذ. كله حبيبي، كله شفاف، كله ضمن ستيت اوف ميشيغان، كله ضمن شيء اسمه البيورو كونستراكشن كودز بي سي سي. طب انا حاسالك سؤال، ما زالك قلت على الكونستراكشن وعلى الكودز وهي الشغلات، انه بال2000 وبال2013 لما انت قلته بال2002 جبتوا شيء شركات معنيه بديربون؟ طيب. يعني مثلا الناس نحن كجالية عم بحكي كجالية طيب. لا مش عم بحكي انا كطائفية او كعنصرية، انه انا مثلا اذا انا اكتر المدارس بديربون وانا واحد منهم وانت واحد منهم وخي وبي عم يدفع مصاري وبالاخر بتروح بتجيبوا لنا شركة مثلا امريكانية من غير ولاية او من طيب. او من غير منطقة وعم تعطوها الشغل واولاد منطقتنا ما عم تخلون يستفيدوا طيب. يعني كيف ما في صح. في سؤال انا ما دخل ليك المجموعة السؤال. انا شفتوا السؤال على الفيسبوك. لا ما احنا كمان مش لا لا على الفيسبوك لا لا ما هيك بغض النظر ايه. ما نحن بالفيسبوك قصدي نحن بالكوميونتي هون خضر وان كان عادل ما نحن حارة صغيرة جالية وكل الامور يعني وسؤال تتلاقى مع بعض بحقانوا يسألوا ايه؟ مش مشكل اللي صار خي عباس انه اول شيء انت في qualifications لأي شركة لحتى to be considered اصلا لتكون جزء من هذا البيدينج. يعني اليوم انت بدنا كمان نوضح شغلة خي عباس، بناء مدرسة اليوم مش مثل بناء بيت صحيح. يعني سقف الكافيتيريا لحتى يتصلح غير سقف الهولويز بالكريدورات بالمدارس. اليوم كل شيء له كود، عم نحكي البلومينج له كود، عم نحكي الميكانيكال له كود، عم نحكي الالكتريكال له كود، عم نحكي الحيطان تبع الجيم له كود، عم تحكي كل شيء له كود ضمن الستيت، وكله بده يتعبى عبر طلب اسمه الديليجيشن فورم، وهذا بده يندرس عبر الليرة يلي هي Licensing and Regulatory Affairs Department. يعني احنا اليوم لما يهمنا يقول فيش Transparency هذا حكي مع احترامي يعني المراقبة يعني مش مزبوط لانه كل شيء قبل ما تعمله اصلا انت بدك بدك تبعته للستيت ليكون Approved. انسى الشغل ونوعية الشغل وهذا اصلا لتعمل الشغل. هلا نجاوبك على سؤالك لو في بعدين حلق شغلة ديربون يعني Bidding Process Open. هلا Bidding اذا هلا بحال مرق البان البيدنج اوبن البيدنج اوبن. انت عندك شركه تفضل عبي بس اف يو ميت ذا كواليفيكيشنز تبي يعني اذا كنت مش مرخص وكنت مرخص عندك قدره عندك قدره يعني يوم معلش العمل معلش اليوم لما مثلا نون بروفيت اعطيك بس مثال صغير عفوا اخذت وقت كثير خي عادل لا لا ولا طيب اعطيك مثال صغير اليوم لما نون بروفيت ابو شخصين ثلاثه عم بيقدموا على جرانت بقيمه 10 مليون دولار لحتى يغطوا نفقات النون بروفيت تاعتهم. طيب هل هودي عندهم حظ اوفر ياخذوا الجرانت مثل النون بروفيت اللي عنده 500 موظف؟ طبعا انا الجرانت ايشور تاعو انا اللي انا بعطي الجرانت رح اطلع بالشركة بالنون بروفيت رح اقول هاي اللي عنده 10 موظفين ما عندهم قدره انه يتحملوا البلانينج والتكاليف طبعا 10 مليون مثل اللي عندهم 500 موظف. طب ما على شيء بدنا كمان نحترم عقول العالم شوي. كله اوبن كله ترانسبيرنت وفي لجنه وهلا رح احكي عن نورثر. هلا هيك النرز احكي لنا شوي عن النرز لانه قبل بدي اعلق قبل ما ياخذ عادل على هذا ايه. السؤال الاخير لانه سؤال وجيه جدا لا. ونحب انه يكون واضح الجواب واعتقد ان الاستاذ خضر دخل فيه وقال فيه كلام كويس انه البيدنج بروسس مفتوحه يعني المزاد يعني اي شيء المدارس بدها تسويه مثلا الروف كمثلا كاكزامبل لو الروف وقع ولا شيء صار فيه لا سمح الله ايش المدرسه ما عندهاش مثلا الناس اللي حيروحوا العمال اللي حيروحوا يصلحوه حتروح تعمل بيد صحيح فيه مزاد في ناس تقدم عليه
المدرسة بعدين المنطقة التعليمية. بس عفوا انت عم تحكي عن العمار يعني اذا بدك تعمل على العمار ولا لأنه على لأنه لأنه إذا طيب اذا مشروع قصدي اذا يعني هلا مثلا اذا بالمدرسة تصليح طيب على التصليح خلينا على التصليح يعني هلا اذا صار شيء مثلا بسقف باي مدرسه اي مدرسه صار شيء اذا كان شيء انه لازم نعمل لازم يعملوا بيتنج ليش ما بيتصلوا بشركه معينه او من ابناء الجاليه هذا against the law that's what I'm saying هذا حتى الناس هي تعرف انه ما نعمل لك انه مثلا ليش ما بيتصلوا مثلا بتصل يا في بس يعني يعني بينطروا المصيبه مثلا بركي اخذت وقت المصيبه ما هو that's what I'm saying is مثلا زي مثال في واحد جاب سيارته للأسف الشديد ساقها لمدرسة I think Smith أو Bryant I can't recall فات بالمدرسة فات بالمدرسة دخل للبيسمنت للبويلر حتى ضرب البويلر بالسيارة أوف يعني ما عطل إلا ولا سيارة هو فقد السيطرة على السيارة فقد السيطرة فضرب في المدرسة عشان التصلوح يعني التصليح اللي يكون في هذا المكان لازم كان فيه bid process ونشوف مين الشركة الأكفى اللي بتسوي هذا الشيء التصليحات طبعا يعتمد على الامرجنسيز ما امرجنسيز هلا هذا اللي عم بحكي فيه انه يعني مثلا في امور ما بس في الاعمار يعني وبروجكت كبير لا بروجكت كبير بدك انك في مناقصات في مناقصه وبدك تشوف بعدين المناقصه يعني شفافه طبعا وبعدين يتم اختيار الشركه وفي تو ووردز لازم نحط ونعلم عليها the most responsive and reasonable bid يعني المزاد اللي بيجي او البيد اللي بيجيك بيكون السعر كويس وكمان الشركه يعني تشتغل بشكل والشركه موثوق منها موثوق وكمان لازم يكونوا حاجه ثانيه بدي اقولها they have to be bonded by the state لازم يكونوا مؤمنين من الولايه يعني انت لما تروح تقول بدي اعمل لك المثال مثلا تبع الروف بس اعمل لك هذا الشغل مضمون بس هو الانتقاد هو الانتقاد هو الانتقاد ايه بس هو الانتقاد اجى انه مثلا عندنا نحن نقول 10 شركات عربيه بتربح سبحان الله الامريكانيه للأسف شديد والعرب ما في يعني تفرقه ضد القانون اذا بتريد انت اذا من بعد اذنك انت مدخلك انت اليوم حسين انت مخرج بدنا لك تعال اقعد هون وحكينا لا لانك انت مسؤول بالعمل بدي اوضح شيء يعني لما يكون في البيد بروسس ما نقدر نفضل شركه على حسين هاشم ما عنده معلومات نحط له كرسي ثالثه لا لا عادي انا بقول ما بدنا نفضل شركه على شركه ثانيه هذا الشيء لا هو في ناس في انت يعني في بعض الناس بتقول انه والله طب كرايسلر مثلا ديترويت عملوا ديل انه لازم يوظفوا 50% من من ديترويت من ابناء ديترويت من سكان ديترويت طب هذه اولا هذه شركه خاصه مش والله مش عم تكسب انستتيوشن وثاني شيء انه يو كانت ديسكريمينيت يو كانت سي والله بدي الشركه هاي لانه مالكها في ديربون طب انت عايش بمنطقه بدك ولا هذا الشخص في ديربون هذا الشيء بيكون طيب المصاري ما المصاري كمان عفوا يعني ديربون اللي عم يدفعها يعني هو هذا صاحب الشركه وصاحب لانه قانون الولايه بيقول لك يمنعك من هذا الشيء انك تعمل نبتويزم ولا يو فيفر one company over another انك بتفضل شركه على شركه لشيء غير طب انا معك خليني اجي معك بهذه الطريقه طيب ضروري تجيبوا شركات من خارج ديربون من خارج مثلا منطقه ديربون يعني, يعني لازم القانون بيقول لك انه لازم تاخذ ال most responsive and reasonable bid سو so, اذا في شركه بتجيب يعني بيجي من كانتون مثلا نقول بيعمر هون وانا بدفع انا كديربون اذا هو عندي شركه عباس وعنده شغل مضمون بتاخذه اوكي عفوا انت سؤال يعني 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 انت معاش بديربون انت فيش تفتح بزنس بانكستر مثلا بل بتفتح بس ما عم يدفع تاكس بانكستر لا ما انا عم يدفع تاكس بانكستر يعني عم يدفع بانكستر عم يدفع بانكستر طيب ما هو معك بس ما هو اضافه بس احنا لو المجلس التربوي اضاف هذا الشيء وقال والله خلنا نساعد الناس اللي في ديربون والله بيدفعوا تاكس لازم نجيب افضليه للشركات اللي في ديربون بس كمان الستيت هذا الشيء بيقول لك بس الستيت والكم الستيت يو كان دو ذس الستيت هاي ضد القانون اضافه الريسبونسبيليتي اخي عباس وعادل كمان في qualifications في عندك اليوم تجيب شركات عندها قدره انها تو هاندل such project absolutely okay. but I'm saying even if they have صحيح. that handle even if they have that responsibility or that ability to take that load
you cannot take them. بعدين قبل قبل قبل, قبل ما تحكيني انت بدي اخذ انا اول بعد اذنك بدي ناخذ I would love it to see actually in 2013 واحد من الشركات اللي عملوا الاعمار للمدينه الساكن في ديربون and I can get you that record بس انه I would love to see more Dearborn businesses get involved in Dearborn schools يعني بنحب انه يكون الشركات اللي مالكين في ديربون يعني. يا اخي تقدموا على البيت الميدان مفتوح للجميع تقدم وخدمات وقدم سعر اقل حيرجع اخذ رايك وكمان بدنا نرجع نكمل بموضوع هذا الموضوع بدي شكر اكيد كل الناس اللي عم تحضر أكيد. واي شخص عنده اي سؤال بخصوص تلاميذنا او مدرستنا او حتى المصاري كيف بدها تنصرف واسئله كثير يعني ما ضروري هي بدهاش يعني فيك انت وقاعد هيك يخطر على بالك سؤال لانه انت بالنهايه نحن بهمنا اولادنا وبهمنا كمان الفوائد اللي يمكن المصاري اللي عم ياخذها هذا الجسم التعليمي كذلك الامر عم يروحوا من امام اولادنا لانه اذا بدنا نحسبها بميلتين لانه كمان بدي المصاري لعيش اولادي حتى ما ادفع تاكس غالي او عالي وبنفس الوقت كمان انا بيهمني تكون حياه اولادنا بالمدارس افضل من اللي نحن موجودين عليه بدي اقول شكرا لغادة غملوش يلي اكيد قالت الف تحيه لحسين هاشم للمخرج ولخضر فرحات على راسي ولا عادل على راسي تحيه واكيد انا لا لانه ما مش انا اللي صاحب البرنامج ولا حتى لا هي بالنسبه لها حيه ثلاثه بس سبحان الله يمكن ما بعرف المقدم ما بيأثر منور الشيخ خي عباس عطيه حبيبي تسلم هي تحيه لها انا مش هيك حبيت الا تحيه لها طيب تفضل احكيني عن رزبل بالمناسبه ان انا عم بحكيك ناشط اجتماعي بس والله مش كشخص موعود لا بمنصب مثل ما كتير ناس قصدك لطشي هيدي لطشي ما خلق سبقت علي انت لا ما هن يعني سبقت علي انت لا ما هن قالوا لي اياه بالعلن يعني عرفت كيف قالوا لي انه انت خي موعود بشي انت انت على البيرو هول رح اقول لك ليش انك انت عم قالوا لك هيك ما تنساش انك انت من الاشخاص اللي قدموا على من ثلاث سنين مجلس طيب طيب على قدم يعني كانت شرف لي انه يعني كانت بنفسك القصه انه طبعا ولا اذا بتقدم هلا انت اذا بصحلك تتقدم على البورد بتقول لا يعني خضر لا كان في يقدم على البورد السنه الماضيه وما قدم هلا يمكن يكون في كان في يقدم وما قدمت لا ولما بدي اقدم حبيبي انا بقول على راس السطح انتبه يعني ايه؟ كمان انا الحمد لله اشكر الله على على يعني على على النعمه اللي اعطيني اياها هي انه نخدم الانسانيه كل يوم بشتى المجالات بس انا حتى اقول لك انه انا ليش عم بدافع بشكل مستميت لانه انا بيهمني مصلحه التلاميذ لانه ما فيك تعمر مستقبل ما فيك تعمر مجتمع صالح ومزدهر بلا تلاميذ لو شو ما كان يكون بعد ما على شيء زياده او عفوا المصاري اللي هلا نحكي بوضع التاكس بعد شوي حتكون بنيز النيكلز يعني الـ 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 يعني التاكس مش رح تنزل والله يعني كمان انه واحد عم يدفع 20000 رح يصير يدفع 2000 يعني انه بعد سنه يا حنا يعني قصدك انه نسبه التاكس يعني مش رح تنزل رح نحكي فيها بس مش رح تنزل طيب هاي واحد اثنين كمدير لك شغله كمان تاني انه اضافه انه هذا احنا نحكي بعد على انا ليش كمان يعني اضافه انه هذا بس انا بدي اعطي العالم بس نبذه اخي عباس الشباب بالنو جروب اللي مرتين محترمون انه ما فيش شخصي احنا عم نحكي بقضيه عامه نورثفيل طيب نورثفيل فيها 7000 تلميذ ايه 7000 تلميذ احنا عندنا هلا قرب 22000 يعني حساب عندهم 9 ابنيه احنا عندنا 34 مبنى طيب من سنتين هنا مرقوا باند ب 105 مليون 104.85 مليون تبي اكزاكت طيب انا الحكي مش من عندي انا طلع على الويب سايت وكله بابليك ريكوردز يعني وهذا اللي عم نحكي هون انه كله ترانسبير انا خي عايش بدير بمقلب نورثفيل ولا من هون ل 200 سنه ما في اصلا عايش بنورثفيل اوكي يعني ما لي شيء هونيك طيب بس طلعنا على الانترنت اذا وعدوك هنيك مثل العالم اذا وعدوك هنيك بشيء تروح على لا ما هلا ما ان شاء الله لما يمرق لك لما يمرق الباند هلا في كونتراكت ناطرني ان شاء الله ان شاء الله الله يفتح عليك طيب خذها بدي طيب لانه وقفنا لا بدي اخذ اعلان وبرجع لك من بعد اذنك يعني اكيد على راسي حبيبي اكيد يا عزيزنا المتابعين خليكم معنا وحضروا اسئلتكم خضر عنده معلومات كثير مهمه واكيد خينا وحبيبنا عادل كمان عنده معلومات وبدنا اسئلتكم فاصل ونرجع بنقعد معكم على السريع
أكيد يا عودي لكم متابعينا ومشاهدينا عبر واتساب ميديا نتورك وبرنامجنا حديث الجالية يلي نعرضه كل نهار جمعة. نحن وقفنا كنا مع خضر حول مدرسة روزفلت. بدي نورزفلت عفوا بدي أرجع أعطيه الحديث، بس أكيد بدي أشكر الداعمين لهذا البرنامج، مش بس للحلقة، لأنه كل حلقة بيكون في إلها راعي. هالحلقة ما إلها راعي، بس في الداعمين لهذا البرنامج. حقولهم دغري على السريع بدون أسامي: ليمو إكسبرس، علي شرارة تيم نمبر 1، علي شرارة ديربون، جاكوار، بيج ريز، ميدرايت، ديزرت ان الاسكا، ليو كوني ايلاند، وفيديد ريهاب فيزيكال ثيرابي اند ريهاب سنتر. عودي لك خضر. ولا يهمك. طيب كنا نحكي قبل البريك على قصة نورثفيل، يعني عيدة بالمشاهدين الارقام 7000 تلميذ. هلا بس لو شغلي انه عادل، بس نقول عادل ليش مش مبين كان على اللايف احسن ما حدا يقول يقول وين راح عادل. ما كان في مشكل، كله تمام، كان تقبل الله عم بياخذ وقت للصلاه. نعم تفضل. اذا نورثفيل 7000 تلميذ، 9 مدارس، 6 اليمنتري، 2 ميدل سكول، 1 هاي سكول، يعني 6 ابتدائي، 2 مدارس متوسط، 1 ثانويه. وعندك من سنتين مرقوا باند بقيمه 104.85 مليون. وروح طلع على الويب سايت، وبدا الكل يطلع على الويب سايت. نفس البروسس، شكلوا لجنه، اجتمعت لجنه مؤلفه من 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 ريزيدنتس من بالمدينه، من ناس اركيتكتس، من مهندسين، من ادمنز، واجوا عرضوها للسكول بورد بنورثفيل وتم الموافقة عليها. إشارة إنه عندهم التاكسز أعلى من عنا، يعني إضافة إنه هن مرقوا الباند، عندهم البيوت أعلى من عنا، الدفعات والمعيشة هناك غالية، يعني أغلى من ديربورن. أغلى من ديربورن لأنه يمكن طيب. سيكيورتي أكتر. طيب. طبعاً المدينة بتعمل خدمات أكتر. مع إنه أنا بقول لك شغلة، لو بدي اسم كان بيها منحاز، قدي رحت وجيت ما بلاقي مثل ديربورن. انا شخصيا قديه رحت وجيت ما بلاقي مثل ديربورن. فطبعا احنا بنفتخر وبنعتز بالمدينه هون وبالكوميونتي كله. فطلع بالارقام مقابل عندك ديربورن 22 تقريبا. ما حصلح لك اياها، حترك لك اياها ماشي. انا كنت بصلح لك اياها بشغله تانية، انه احنا مش ملقينا احلى من ديربورن، لانه ديربورن بلانا فاضي. ديربورن مثل مثل نورثفيل، مثل مثل انكستر، مثل مثل ليفونيا. فنحن ملقينا اهم واحلى واقوى طيب. من شعب ديربون. طيب من الجاليه العربيه بديربون. طيب ما هي يلا. ما هو طيب ما هي يلا. ما هو احنا عايشين فيها. اوكي طيب. يلا روح يا ابو خدير. طيب بديربون على المقلب الاخر عندك حوالي 22000 تلميذ ولا ازدياد. عندك حاجات اكبر بمليار مره، من احتياجات اللغه لاحتياجات الايجينج، يعني عم تحكي 400 سنه. طيب وين نورثفيل وين فورتسن؟ يعني وين كانت نورثفيل لما تعمرت فورتسن؟ ما كانتش مدينة. يعني وين وين كانت يعني؟ عارف شو قصدي أنا. طيب مع ذلك مرقوا 105 مليون. طب و7000 وروح طلع أنت على البروس بجاب لك شكلوا لجنة وقعدوا مع بعض مثل ما صار بديربورن على مدار سنتين، اجتمعوا وعملوا قدام السكول بورد بنورثفيل البرزنتيشن مثل ما صار بديربورن هون، وتم البرزنتيشن قدام السكول بورد بنورثفيل مثل ما صار بديربورن كمان، وكله موثق بالفيديو. سو بدي ارجع نقطه يعني مهمه. ما في انا ما فيك تجي تلومني اذا انت منك منخرط، ما فيك تلومني اذا انت مش موجود. طب انا يا اخي كان عندي علم بالكوميتي اللي صارت باللجنه ال 65 بيبل، اوكي، بس انا ما كنت قاعد عليها، ما كنت انا ضمن الاعضاء، بس انا كنت يعني مثل بقولوا اي واز لوبت ان، انا كنت عم بعرف شو عم بيصير لانه متابع. وبعدين يوم بيجيب لك اوكي من انه هول 65 شخص. لا يا حبيبي يعني هول طيب مش من حقهم يسألوا، عفوا يعني مش من حقهم ولا مش من حقهم. طيب بس هن عم يسخفوا بطريقه خي عباس. لا هلا تسخيف شيء، انه تسخيف شيء، هل عندهم خبره؟ طيب له حق يسأل، له حق يسأل. طيب خضر انت عم تاخذ 240 مليون. طيب بس ما جاوبناه. عم تاخذ 220,000 ليره حبيبي. بس ما جاوبناه، قلنا له في مهندسين، في اركيتكتس، في ادمنستريتورز، في برنسبلز. طيب ما بتقول انت يمكن كمان عندهم هن خوف عفوا او مثلا احتياط من الاموال اللي انصرفت قبل وما كان في لجنه معينه مسجل. مثلا المصاري يا حبيبي عباس، المصاري اللي صرفت قبل كله مسجل على الويب سايت. خليني اقول لك ليك بدي لك يا ليك تفضل. انت بتعرفني انا بحكي صراحه تفضل، وما ما ما عندي مصلحه مع اي حدا تفضل. هلا نحن ما فينا نجيب شركه او مثلا حتى البيت، اذا قلنا وانا بدي ارسي عليك اذا انا صاحب اللجنه وبدي وافق على مشروعك،
ما في يقول لك مثلا علي السعر مثلا عفن من 150 عباس عفن انتبه شغله تكلف 50 اعملها ب 100 لا لا انتبه شغله ما بتزبط هاي عباس عفن حبيبي اللجنه اللي انعملت ما قالها عليها بالبيدنج اللجنه اللي عملت هي قدمت شو بده الديستريكت اصلاحات هاللجنه ايه طب مين بيعطي الموافقه على السكول بورد السكول بورد طيب ما هن اجوا عملوا البرزنتيشن قدام السكول بورد انه شو لقينا نحن شو الخلاصة نحن والله اجتمعنا نحن كلجنة 65 شخص كل واحد بمدرسة كل واحد بيجزء من نيبرود كتبنا والله هالمدرسة بدها هيك هالمدرسة بدها هيك هالمدرسة بدها هيك واجوا عرضوا البرزنتيشن قدام السكول بورد والسكول بورد مرة يعني وكل مسجل على الفيديو طب انا هعطيك هيك يعني مقاربة شوي صغيرة تفضل ليش عنا بدير بون هايس مثلا لنقول بدير بون هايس من اي ضمن الكوميونتي هي نحن ما لنا خصها بدير بون عم اعطيك مقاربة يعني حمامات كلفوا 300,000 دولار مثلا مثل عم بيقولوا انه ما في حمام بكلف 300,000 دولار طيب. مع العلم انه كان في مناقصة وكان في التزام والى ما هنالك وانت بتعرف وعلى فكرة بس حتى اقول للمشاهدين انه نهار التنين حيكون في معنا حلقة استثنائية بس لانه انا بعمل برنامج نهار الجمعة 6:30 نهار التنين حيكون معي بس استثنائيا ديف عبد الله كرمال السيتي اوف كانسل ديف عبد الله العضو المجلس البلدي عضو المجلس البلدي بمدينه دير بون هايس يعني. ايه هو كمان داعم الباند هو طبعا حيكون معنا نهار التنين 6:30 اكيد هو مرشح للانتخابات البلديه او يعيد ترشيحه للانتخابات البلديه طيب بعدين بيسالوك انه ليش ديف عبد الله داعم الباند هو دير بون هايس حبيب ما في جزء من دير بون هايس كمان له خصه امبارح راحوا من دير بون طب بالك ما كنا طيب عايشين بدير بون شو قصدي انا لا ما هن بيقولوا شو راحوا هن عم يسالوا ما انا لما شافوا الفلاير تبع الميلر قالوا انه كمان انه المير تبع دير بون هايس موجه تحيه وديف عبد الله كمان كبير يعني اني اظن اني ما حيدفعوا تاكس يعني اني لا بيدفعوا تاكس بيجي لدير بون لا انه على المصاري مع مدارس على اذا انت اخذت القرض طيب. يعني مش معنيين لا اللي ساكنين في ديربون هايتس في هذه المنطقه يرسلوا اولادهم لمدارس ديربون ديربون مدرس يا في مدرسه اسمها ريفر اوكس هي اصلا في ديربون هايتس طيب هذا اللي ذكرتني فيه عندي هذا الطلاب اللي كمان حاسالك ديربون هايتس حاسالك عليها هذا كمان ما هن من بعد ما يخلص خضر حاسالك عليه انا كنت تفضل لا انا كان بدك اياه انه كله موجود على الويب سايت من 2002 شو عمل طب وقال له هول اربع مدارس خي هول كيف خلوا اربع مدارس يعني 2002 لولا البهار 450 مليون دولار يعني انه كيف يعني كيف اربع مدارس انه هول فور سكولز يتعمروا كيف يعني انه كيف يعني لاخي بالبيدنج على طول حيكون في اكسبنسز عندك فيز عندك مناقصات يعني ما كل في مش حد يعني مش حد يتعمر مدرسه كمان ب 5 مليون بعدين هن لما يقولوا المدرسه خاصه طب يا اخي ما الفي تبع مدرسه خاصه 8000 و7 8000 دولار بالسنه هاي عذاك الكاستوم عذاك المصاريف الثانيه عذاك 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 تلاميذ اقل تبي ما عم تحكي مدرسه خاصه كم تلميذ فيها فيها 3000 تلميذ مثل فورتس مثلا مش كذا اعطيني مدرسه خاصه فيها 3000 تلميذ لا مقارنه بين المدارس الخاصه ما في مقارنة والمدارس العامه ولا المدارس البابليك يعني لازم يعني الرسميه فيها حتى ما فينا اصلا نخلط بين السيتي والبابليك سكولز عندك كمان مكتب بتقول لك احنا بندفع على قد وقد بس ما مثل ما قال الاخ عادل اول حلقه مش كل شيء عم يجي للمدارس ومش كل شيء للسيتي اصلا كمان ما انت عندك اليوم حي الدولار وين كاونتي اخذين 14% الدولار مسؤول الدولار بده هل انتوا اذكر عن التاكس انه مش كله رايح على المدارس أكيد. ولا حتى على السيتي بس ال 200 بس ال 240 مليون جايين على عوده حصرا بدهم يجوا على الاصلاحات المقره انتبه بس مش على شو ما كان بالمدارس يعني اليوم ما في انا اليوم اذا انا عم بقول لك بدي حاطط مثلا هالقد دولار بدي اياك تحكي كل شيء لانه جماعة الجهه حيطلعوا ناس ضد الباند يعني بده يردوا عليك يعني هلا عم يحضروك هلا على راسي وعلى راسي وعلى راسي بنحترمهم ونحترم رايهم مش مشكل بالنهايه كلنا نحن عم نفتش المصلحه الافضل لاولادنا لتلاميذنا مش القصه هون اليوم انت لما تقول باند هذا بيصلح الروفز او بيصلح البويلر او بيصلح فلان ما فيك تدفع انت اليوم منه سالاريز للمدرس مثلا ما فيك تصرفه محل ممنوع هذا سبيشال فاند اوكي yeah. اليوم البيدنج راح يفتح ان شاء الله بعد الباند باسنج اوكي اي حدا بده يعمل يعني تو ابلاي جو اهيد يعني القصه حبيبي نحن يعني بتمنى نحن نكون مور انفولف بالمدارس وعم نشوف تحسن اوكي يعني اليوم نحن اعطيك كمان مثال انا لما نزلت على السكول بورد بالمناسبه يعني عام كثير استسخفت هيك منصب يسمعوا في فلان نزل على السيت ريبريزنتيف او على الكونغرس او على بدك اياه
لا هذاك أهم يا أخي. كيف أهم؟ وهذا ماسكك ماسكك أولادك بالمدارس، هذا ماسك البوليسي ميكينج بالمدارس، هذا ماسك الكريكولم، ماسك الفندنج، ماسك بدك إياه، هو كل شيء يعني، هو تربية الأولاد بالما... كل شيء العالم المدارس ومجلس التربوي. كيف اليوم المجلس، كيف اليوم المجلس المجلس التربوي بيرسم كل السياسات بلدي للمدارس؟ والله رجع بدي أقول كلمة بس مش هقول أحسن ما تعمل لي مشكلة. اليوم مجلس البلدي هو بدور شؤون المدينة. صحيح. اوكي طبعا تحية للأستاذ الدباج ولكل السيتي كونسل ممبرز. طيب نفس الشيء لما سكول بورد كمان اليوم هو كل شيء له علاقة بالمدارس من صغير وكبير، هو بالنهاية القرار عنده، حتى تعيين السوبرنتند مع مدارس ديربورن. كمان بعدين دكتور جلان للأمانة أنا اشتغلت 6 أشهر بمدارس ديربورن ما لقيت عدم يعني إنه سوء اهتمام. أوكي عنا مشاكلنا كدستريكت مثل أي دستريكت، عنا مشاكلنا عنا تحدياتنا، بس بس يعني كمان نحنا تلاميذنا نحنا يعني فورتسن الله يرحمه السيد عمان فضل الله، نحنا فورتسن يوسف مسلم، نحنا فورتسن، وأنا ما عم بحكي العالم بالعاطفة ولا عم بحكي العالم، بس ما بدنا أي ساعة نقول إنه مدارسنا عم بتخرج على هارفارد وعلى ييل وعلى أكسفورد وعلى كامبريدج وعلى 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 وبعدين بدنا ننسفر المدارس. لا مش مقبول، مش مقبول. بعدين أقول لك شغلة كمان، اليوم مدارس ديربون من أفضل المدارس بالولاية وبالبلد، يعني الحمد لله. ذيك اليوم في تقرير رسمي فيها هيدي ولا من عندك؟ لا ما في شيء من عندي. لا عمل لك أنا حتى ما سأقول له على ما عم يحكي هيك كرمالي لا لا، كله على الفيسبوك، كله على الانترنت، وكله ناشنالي ريكوجنايزد. لأن احنا حبيبي عنا الحمد لله عنا ريتش ديفرسيتي، عنا يعني عنا خليط ما فيش منه، عنا الحمد لله يعني. وبعدين هذا الباند إضافة لكل الإصلاحات خي عباس وخي عادل المشاهدين، هذا كمان رح يعمل expansion للكباسيتي. يعني عندك اليوم انت اليوم السبيشال نيدز بدل ما يكونوا كلهم بالهاو المنتري سكول، عفوا بس هذا حيصير في اديشن لنولن، وعندك تلاميذ زيادة حتروح على الايرلي كوليج. طب هذا رح يفضي مايكل بيري وهاو وحيروح على يعني هذا الباند ما فينا نحن اليوم بس نشوف منه النص ونكب النص التاني بر، عفوا خدت كتير وقت يعني. لا ما بيأثر فيه بخصوص الحكي خضر عن 65 شخص، من في بعض الناس سائل انه هل انه في بيناتهم اختصاصيين يعني؟ لا اختصاصيين مهندسين، في بيناتهم الناس بتفهم بالعمل مثلا تبع التصليحات لحتى يعني خبراء، في بيناتهم لل 65 والله هي بس لمجرد لا لا اكيد ال 65 شخص منوعين من جميع انحاء المجتمع. ايه. مش بس والله ناس خبراء، وفي الخبراء في مهندسين، في كمان اهالي في هذه اللجنه. اللجنه لما تشكلت عشان نشوف مدى الاحتياجات اللي المدارس بدها، وهي اصلا تشكلت اولا عشان تحل مشكله العجقه، مشكله عندنا مشكله في الهاي سكول انه ما في مكان نحط فيه التلاميذ، في معانا ما شاء الله نمو كامل لانه زادت يعني زيادة في زياده عندنا يعني في الطلاب. خففوا خليفي انتم كمان شوي، انتم اليمنيين خففوا شوي. طيب ما شاء الله الحمد لله انا عندي ولدين. تحيه للجاليه اليمنيه اكيد حيكون في له حلقه معنا خاصه عن الجاليه اليمنيه الموجوده عندنا بمدينه ديربون ان شاء الله قريبا بلكن على. بس بقول يعني ما شاء الله احنا يعني بنجيب اولاد وبنات ومالين المدارس. وهذا it's a good problem to have، يعني مشكله جيده. يعني الناس بتشوف انها مشكله يعني والله 10 اولاد في البيت مشكله. عم تكبروا عم تكبروا الجيل يمني يا ماشي حالك كثره في بعدين عندنا خي عباس التخرج نسبه عاليه جدا يعني 95%. طيب انه مثل مثل نورث انا يهمني بالموضوع باي ذا واي يعني انه انت سؤالك الان عن ال 65 شخص، مين هذول الاشخاص؟ عم يسالوا في بعض الناس بيجي يسالوا انه مثلا مين اوكي جايبين 65 طيب شخص، في خبراء، في ناس معنيين، في ناس. والسؤال الوجيه ليش انا ما اكونش عضو في هذه اللجنه؟ زي ما قال الاخ خضر الباب مفتوح للجميع. اللي بده يكون انفولد، اللي بده يكون مهتم في المدارس، اللي بده يجي يعني اذا كان فيه الباب مغلق هلا هني اللي ضدكم، هلا هني اللي ضدكم، هني اللي ضدكم مش قصة مش مهتمين بالمدارس. لا ما فينا اكيد مهتمين، هني مهتمين، هني مهتمين انه هني حيدفعوا اكيد الفوائد تبع اللون اللي هو 240 مليون دولار. 240 مليون دولار يعني كمان كثير ميزانية، يعني فلوس ميزانية دولة كبيرة اكيد. طيب. وانا الشيء اللي بدي اوضحه انه اي شخص بده
يشوف وين الفلوس هاي رايحة. انت بتقول فلوس كتير. ايه قالوا كمان ليش ما بتعملوا لجنة مثلا من 6 أشخاص حتى يمكن زوير عبد الحق اللي مجاله تحية كمان الجمعة اللي مضيت وقال انه ليش ما بيعملوا لجنة بألفوا لجنة صغيرة بتراقب بدها تراقب يعني وين عم تنصرف هالأموال وكيف عم تنصرف هالأموال. ممتاز جوابي ليش السكول بورد Why are we elected? ليش انتم بتنتخبوا؟ في سكول بورد ليش بدك تعمل عمل ثاني؟ وصار في برزنتيشن بيمرر كل كونتراكت بتيجي عندنا وتصويت ولازم نصوت يعني عليها الكل السبعة يعني مش انه والله انت عزوقك انه سبعة اعضاء بتنتخبهم كل سنتين. طيب ما هو منتخبين من الناس او ثلاثة منهم. والاخ خضر بجيب له اكبر تحية لانه حبيب. قدم نفسه كنموذج ممتاز للشاب العربي اللي بده يخدم بلده ويخدم هلا اذا انت بدك تحكي بالحلقه خليك لا 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 لا. خلي خضر يحكي حبيبي حبيبي عرس لانه ايش جاب شيء جديد يعني اوكي لو انت if you look at الناس اللي بتقدم نفسها للمجلس التربوي يعني شخص كخضر باحتياجاته بمهاراته بانجازاته شخص يعني غير اعتيادي بصراحه صحيح يعني له حلقه يعني حلقة. جاب شيء انا تعلمت منه الكثير حتى لما when I was running حتى انا مرشح نفسي تعلمت كثير كيف ان انا اتفهم الاشخاص اللي عندهم احتياجات زوية خاصه ذوي الاحتياجات الخاصه صح. كيف اللي عندهم امتيازات خاصه عملك له حلقه خاصه بس أكيد. هو بده يحطهم كلهم اليوم ما بعرف ليش لا بالعكس بس بقول يعني ليش موضوع مختلف عوده لسؤالك ليش السكول بورد ليش انت بتنتخب هؤلاء الاشخاص لانك بتثق فيهم انهم حيشوفوا اوكي هاي الكونتراكت رايح لهي الفلوس مثلا في الاجتماع الماضي كان في كونتراكت رايح ب 24000 حاجه صغيره ممكن لبعض الناس بس انا قلت هل هذا السوفتوير اللي حنشتريه ب 24000 بيستخدم من تلاميذنا عشان نجدد سنه مره ثانيه؟ ايه والله انه بس مره واحده قالوا ولا بس لا يا سوفتوير هو كري كروزنج everybody can go to the meeting and see it. بعدين الديستريكت قالوا والله بدنا نجيب معلومات. قلت اوكي انا مش حصوت الا لما يجيني هالمعلومات. اضطرنا نصوت واضطرنا انه 5 أعضاء قالوا لا معي وعضوين قالوا نعم فالكونتراكت ما مشيت وحتيجي الاسبوع الشهر القادم عشان يجيبوا لنا معلومات اكثر على الكونتراكت بعد الكونتراكت لحتى اشوف اذا كان وهذا شيء وكمان طلبت بالاجتماع اللي قبله قائمه بكل الكونتراكتس لانه كل اجتماع بنعمل الابروف للكونتراكت والستري كونسل على فكره بيعمل نفس الشيء اي عضو اي هيكل انتخابي يتم انه يمرر كل هاي المزادات ويمرروا كل هاي الكونتراكتس and people have to watch over these صح. are those being spent wisely صحيح and that's our job صح هاي شغلنا هاي انتخبتمنا عشان نشوف هاي الفلوس وين بتروح صح وهل هي is it allocated efficiently طيب. now الناس اللي بتقول والله فيه صرف يعني فيه فساد مالي ولا في ناس ممكن والله it happens in every organization موجود يعني مش عشان كذا انا بدي اقول drive it home مهم جدا مين حيكون في هذاك المجلس صح واقولها مره ثانيه مهم جدا من حيكون في المجلس التربوي لانه هذا الشخص هو اللي حيسال الاسئله الفلوس هاي وين رايحه ليش طيب. رايحه حلو right? يوم we have to ask صحيح. you have to have an elect people who know what they're doing who gonna ask those questions هو انت الانتخابات تبع المجلس التربوي السنه الجايه في 3-4 مراكز اربع مراكز طيب خي عبد ان شاء الله حتكون بيناتهم لا اكيد الربح والله اكيد انك حتكون ان شاء الله حيكون الفوز حليفنا بس ان شاء الله نترشح يعني خي عباس عفوا بس شغلي طب بدي اسالك سؤال من الجمهور في مجال ما بدك تجاوبنا عليه اكيد حصلك ساعه ضاد بدك تجاوبها هل سيتم هذا حسن المصراح بيقول هل سيتم دعم جميع المدارس اكيد او فقط هناك مدارس محدده يعني الجري جاردن حيندعموا كمان اودي ولا هو مش ضمن المدارس كيف اي يعني اي مدرسه كل شيء كل حدا كل مدرسه يضمن مدارس دي راح يوصل له مثل بيقولوا دعم حسب شو يلي طرح حسب الحاجه حسب الحاجه نحن بدنا مثلا مدرسه بدنا الروف هيديك بدنا نعمل مثلا عم بقول لك البواب او شيء اصحاب التحديات ما اختلاف المشكله اصحاب يعني. التحدي اللي بهاو راح يتم بناء لهم صفين كبار لحتى يتماشى مع حاجاتهم وحيتم استخدام السبيس يلي لحنا حيفضوا لتلاميذ تانيين
والإيرلي كوليج أي التلاميذ السنويين اللي حيروحوا على هنري فورد مثلا كوليج كمان حيصير في عندهم سبيس أكبر. يعني إيه نعم كل مدرسة بديربورن أو ضمن نطاق مدارس ديربورن حيصلى الحاجات. طيب أنا عندي لك سؤال أخي عباس عفوا إلا إذا عندك بعد شيء أسئلة أو لا بعد في أسئلة شو ما طيب يلا بدي أعطيه أنا بدي كمان أوضح على شيء حنحاول نخلص لا لا بدنا في بعد كم سؤال بدي إجابة على هذا السؤال اللي سألته الأستاذ خضر وإذا يسمح لي تفضل إنه كل مدرسة will be touched يعني they will have will be contributed some money actually أصغر مدرسة بيجيها دعم هي مدرسة ابني جير بارك لأنها مدرسة جديدة ابتنت في عام 2005 الحاجة مش كبيرة. طب ليش في عفوا ليش بس سؤال ليش في ليش في تقريبا تهديد للمعلمين أو المعلمات إذا بحال حكي مش صحيح أجاوب هذا السؤال بعد لا لا لك لك في دغري لك في دغري لك في دغري خضر لك في دغري هيك خضر تهيج لا لا بجاوب على هذا الموضوع بس بدي أقول إنه كل مدرسة will be touched يعني مثلا مدرسة لوري ألمنتري اللي هي مدرسة عتيقة جدا قديمة جدا وعندها مشاكل كبيرة يعني asbestos problem ممكن مشاكل حتى في البنية التحتية بدها 16 مليون سو 16 مليون من هذا الباند حيروح للوري حيرجعها مدرسة يعني لوري اللوري القديمة الجلوري يعني الجلوري الجلوري حيرجعها مدرسة لها الهيبة اللي تستحقها وفي ناس كثير تخرجوا من لوري أنا ما رحت لوري بس في ناس كثير بيحبوا الاركيتكتشر انت رحت على سيلينا انا ولا رحت حتى سلاينا رحت على فورتسن على طول يعني بس انا حقول لك الجوابك واذا يسمح لي كمان خضر عن انه بعض المدرسين ممكن مهددين انهم بيخسروا عملهم اذا الباند هذا ما زمان مرر مزبوطه الخبريه هاي هاي ما هو احنا لازم نسال انفسنا هذا السؤال مش مزبوطه انه ايش حيحصل لو هذا الباند مش حيتم تمرير طيب ايش حنسوي طيب شو حيصير في امكانيه يتم سحب مصاري من الجنرال فند يلي هو بيمول معاشات المعلمين اي بسميه الاوبريشنال اكسبنسز وساعتها لازم نصلح الاشياء اللي فيها بده يصير في او لاي اوف بس هو انه لنقول انه صار في تهديد انه يابا يلا اذا ما مر الباند فلوا على البيت لا مش مزبوط بس ايه نعم في امكانيه واذا تمت بده طبعا ان شاء الله ما بتصير طب ليش طالبين المبلغ فورا انتم يعني مثلا عفوا ليه ما بتنطروا طيب انا احجاوبك 2024 اللي انتم عم تحكوا عليه طيب اوكي انا احجاوبك ليش نحن بدنا ندفع يعني خمس سنين قبل اسمح لي استاذ عادل لا لا تفضل ليه بدنا ندفع نحن مصاري قبل دفع 50,000 للمدرسه دي لحتى يجوا على البالت هلا انا حسبك على النقطه انه سالوا السؤال هالسؤال انه ليش طب انتم هلا اخترتوا هلا تجوا على البالت ليه ما انطرتوا سنة الجاي اول شيء يلي مقتنع يصوت نو او يس بده ينزل ان شاء الله في انتخابات رئاسيه ولا انتخابات نيابيه ولا انتخابات سكول بورد ولا سيتي كونسل هاي واحد أكيد. يعني اذا انت اليوم عم تقدر تقنع الناس انه فضل روحوا فوت نو انت اليوم ما في مانع انه تجيبني انا وهيداك وهيداك ويصوت نو يعني هذا مش حجه او مش سبب انه انا ما اروح صوت اذا انا مقتنع بالقضيه لو كل ما كان شيء يكون هاي واحد حلو طيب اثنين اليوم الانترست ريتس اوطى ونفس الشيء على فكره بنورثفيل باي ذا واي يعني ليه اخترت نورثفيل مش لانه بديش اطلع على برمنغهام او على بليمث او على لانه في كتير كومن كرايتيريا ثلاثه الريل استيت شو بيقول لك على طول بدنا مدارس منيحه بدنا بيوت منيحه بدنا مدارس منيحه وروح اسال بنورثفيل الريل استيت كمان حلك نفس الجواب طيب ليش هالسنه ليه بدنا ننطر بعدين ليه 24 ليه 2024 انا بقول اني عم بقول ليش ما انطرت لسنه الجاي انعمل لا ما في مدارس لسنه الجاي لانه في انتخابات اكثر يمكن لا ما هو وهيك بتشارك الكل بسرعه ما هو هلا انتم عايشين يا اخي ما ليك هلا هالنقطه بالتحديد نشارك اكثر اذا انا بقدر انا اكبر من الناس يطلعوا ينتخبوا يطلعوا ينتخبوا شو حيمنعهم اذا في انتخابات رئاسيه ولا انتخابات رئاسيه احنا ضروري لازم ننتخب بكل الانتخابات طيب مش هيك صح بس شو حيمنعهم صح انتخاب حق ومشروع ومفروض كنا نطبقه حق هذا واجب ديمقراطي ووطني مش لسه هون اذا انا يوم قادر انا عم بطلع تنتخب لإلي او لفلان او للقضيه العلتانيه وما فيش انتخابات رئاسيه يعني فيش حشد جماهيري بس انا اذا قادر اقنعهم ليه بدي انا اتلطى ورا هذا السبب لا انا اذا عن جد عم بقدر اقنع العالم والعالم مقتنعه بينتخبوا لو شو ما كان يكون بعدين في مدارس نشغل عليها ما بده تحسينات لعشرين أربعة وعشرين وبعدين في براسس خي عباس بده وقت لتنعمل طب في عم يقول هو عم يقول عادل انه
مدرسة لوري انه بدها 18 مليون 16 مليون لإعادة البنى التحتية صح؟ طيب بيسألوك بعض الناس بيقولك طب إذا أنت بدك ليه ما تبني مدرسة جديدة؟ طيب بتكلف 16 مليون طب ما هي تعمرت من 17 سنة تعمرت جديد بعدين اليوم بدك تهدمها بدك تدفع حقها مصاري بدك تعمر تدفع حقها مصاري بدكش طب الأساسات بتبرم من حدها بتسبها بدك تدفع مصاري ها؟ إذا بتبرم من حدها وبتسبها بتدفع مصاري طيب بدكش طيب بدكش بدكش تجيب فرنتشر بدكش تجيب واحد يعني صالون وأوضة سفرة وأكيد هون طيب بعدين بعدين الشغلة الثانية يا حبيبي اللي نورثل نفس الشيء طلع اليوم انا عم برجع على نورثل مش انا ولا حترد على الشباب اصحابنا يعني من النو جروب لا. لا بس لانه كمان هني قالوا بدنا نعمل سيكيورتي ابجريد تكنولوجي ابجريد فرنتشر كاربتس تايلز باثرومز بليف ات اور نوت عارف كيف لا بل هن هوني بدهم يضيفوا اعداد خاصه بالتلاميذ لحتى يعملوا مثل ديبيتس وتجي المعلمات تقعد بيناتهم كفاسيليتيتر لحتى انه يفتحوا الاولاد ومثلنا مثلهم عم يشتغلوا عليهم على الريدينج على الرايتينج على الماث على الساينس يعني نفس الشيء عندنا نحن خي عباس انت هم دهتو انت على هوم ديبو او لوز مثلا تشتري شغله طب شغله حقها 100 دولار البيب نقول ليجي ركبك ياخذ حقك مصاري منك اكثر من البيب اكثر من البيب ياخذ اكثر من حق البيب طب كيف اذا عم تحكي عن شركات ضخمه وفي بد وفي بيدينج عارف شو قصدي يعني وبعدين خي عباس عفوا عقبا على سؤالك على 65 هو 65 شخص فينا تلفنا لمدارس ديربون وهن مدارس حرين يعني هن يعني بيعطوهن معلومات لانه في عندك ناس خي بتقول لك انا بدي اتحفظ عن هويتي بس اليوم ما بيمرق حتى الباند كباند انه ينطرح على البالت الا الستيت تعمل له ابروف يعني يعني هذا الجواب لحاله بيقول لك انه نعم واكيد اكيد 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 انه كانوا اختصاصيين ما جابوهن يعني من برا المريخ نحن قبل يمكن قلطنا الوقت بخمسة دقائق بعد في بس سؤال هتجيبونا هيك بمختصر مفيد رغم انه اسم الله عليه المخرج ناشط اليوم كتير يعني حتى عم يشيل لي صورتي وصورتي هذا وعم يحط كل الصور اللي بتختص بهذا البند فتحية له اكيد وشكرا وحط صورة كمان عجبتني لا ما حطش لوري حطيت صورة زبطنا من لوري لا حط اكيد بدي تشكره كمان لا عن جد حط صورة كل الناس المؤيدة لهذا البند انا بالنهاية بوقف على الحياد نحن لا مش نحن حياديين انا حيادي بدي اشرح انا حيادي ايه هلا حتشرح لي هيدي كمان وهلا بالنهاية لازم حسين يعطيكم شوية وقت زيادة انا معكم انا معكم هلا بيعطيه هو بيعطيكم كلها بيأثر مش دفاعا عنه لا مش دفاع ما بيأثر حيأثر معكم هلا انا شايف يلا تفضل لا انا بدي بس اقول يعني أنا بس من بعد اذنك انا عارف ليش حسين بده ينهيها بسرعه انا عارف انتم مش عارفين انا عارف ما شفت كيف لا ايوه عارف اذا هلا زدت معكم 10 دقائق جمعه الجاي بدي يزيد 10 دقائق حسين كريم وانا نحن انا عارف انه حسين يعطيهم وقت ورا الكاميرا كمان حسين قاعد ورا الكاميرا بس لكن انا بدي اقول لحسين ولكل ولكم ولكل شخص وللضيوف اللي بدهم يجوا معنا جمعه الجاي نحن قد ما اعطينا وقت او قصرنا وقت نحن بهمنا نوصل لنتيجه هي الافضل وانا متاكد اكثر لانه في كثير منهم قالوا لي من الاخوه انا ما احب انه اقول قال ولا ما قالش انهم حتى مستعدين يدفعوا اكثر ويدفعوا تاكس اكثر لو كان هذا البلان بيوافق الاراء تبعهم او كان يعني برايهم انه خطه افضل يعني ممكن نبني مدارس ولا نسوي اشياء كثير احسن من الخطه اللي جايبينها وهذا الشيء يعني انا احترم كل الاشخاص اللي عندهم الان راي مخالف وبس كنت اطلب منهم طلب صغير لو كان كل هاي الافكار اللي عندهم الان بيقولوا سينكينج فند ما سينكينج فند ممكن ندفع لكم كل سنه افضل ما نفذ قرض لو جبتم هاي الاراء عندما كانت تناقش الامور هيدي بالمدارس كان يمكن تجنبنا ال2000 كنا اخذنا هاي الاراء وهاي القرارات ممكن كانت تدخل في الخطة طيب. في البعض فيك تشرحنا عليها لأنه صار على الكاميرا يا أشرح هي على الكاميرا حسين أوكي ممتاز لأنه هاي إن شاء الله يعني الناس بتفهم لأن هاي أعتقد أنها بتجيب معلومات أفضل يعني إذا كان سعر بيتك 100,000 في السوق يعني taxable value تبعه usually half of it يعني 50,000 الآن أنت بتدفع المدارس ديربون من ضمن هذا الميلج
241 دولار بالسنة. إذا كان بيتك 150 ألف وهذا متوسط بيطلع ديربورن. هو بيطلع على كل ما بيطلع وينزل بس المتوسط يعني. الآن فاليو للهاوس للهاوس 150 تسأل أي واحد ريل استيت بيقول لك 150-160 سو أنت بتدفع 361 بكرة مسأل علي بحلقته علي شرارة بس يجي حلقته مسأله 361 دولار بتدفعه كل سنة لمدارس ديربورن من شان هذا الميلج لأنه الستيت لسه الحالة. إذا ما تم تمرير هذا الباند كم how much are you gonna save? That's their biggest. يعني we're tired of taxes. I am a taxpayer too. I'm tired of paying a lot of taxes too. But see how much you're gonna save for schools. If you 2020, you're gonna pay 285. So you can do the math. It's less than $100 that you're gonna save in 1 year. Okay. 2021 again, it's still 285. يعني انت هلا انت بال انا بحكيها بالارقام بالارقام اللي انت عم يعني عم توجه رساله انت كمان واسال كمان سؤال استاذ عباس لو تسمح لي هل ال100 دولار هاي اللي يو جونا سيف ات از ورث ات ذات اور سكولز ويل ديكي ما هي عم لك هذاك انت توجه رساله والبنيه التحتيه تبعنا نتركها خلاص المدارس خلاها تخرب والله you're gonna save this $100 $150 now اعرف انه بعض ناس ما شاء الله عندهم البيوت تبعهم 800,000 مليون ونص يعني ممكن 1928 دولار حينزل التاكس تبعهم ل 1520 دولار للميلج يعني حيصير gonna save what $400 $500 في ناس قالت انه هيدا ال 240 مليون اللي انتم طالبينهم لو ما حتطلبوهم او ما حتاخذوهم لصرف هيدي الاموال على تحسين المدارس كان حينزل التاكس ويرجع ريفايند للعالم هلا انت شرحتها ايه. عم لك انك انت عم تودي رساله لكل الموجودين انه قديش بدك تسيف يعني اتس نوت وورث ات امام مصلحه المدارس از ات وورث ات هلا هني بيردوا علي الجمعه الجايه ان شاء الله في ناس كل واحد على قده يعني على في ناس دي كان افورد ات في ناس دي كان افورد بس اي تيل ذا بيبل سبيشلي ذا وونز هو هاف كيدز ات ذا سكولز اند سبيشلي ايفن يور هاوس فاليو واي از ات ذس هاي اتس بيكوز وي هاف ديربورن سكولز اند اني بادي هو سيز سمثينج اذروايز بيكون جاحد لمدارس ديربورن اذا تقول اذا بيتي عالي وعنده هاي القيمه عشان مدارس ديربورن موجودة هنا طيب. بتروح للمدن الثواني ونفس الشيء المدارس يساوي العقار بس لأعطي آخر سؤال لخضر وبعدين ننقي نحن والشباب منهم المبلغ قديش حتدفعوا للمحاميين اللي بدي مروا هذا القرار في دفع في دفع للمحاميين أنا بعرفش أنا بيعمل لك أنا عم بحكي ومنطلق لكن عادل اللي بيعرف أي محاميين بالضبط أنا لا تمرير هذا القرار المشروع انه قصدك انه اللي دافعينه مدارس ديربورن 50,000 للسيتي كليرك عشان يكون هذا حطوا على البالت ماشي هذا اللي يعرف بس 50,000 طيب 50,000 لينحط على البالت طلع بنوفمبر 5 اللي حتشيلوهم من 240 حنشيلهم حتشيلوهم شلناها من الجنرال فند للاسف طيب عفوا بس اخر كلمه لانه لسه ال 240 مش عندنا طيب وبعدين على فكره مش حتيجي لما يمرروا ان شاء الله يتمرر هذا الباند مش ال 240 مش حتيجي اليوم لا مش حتيجي لا اكيد طبعا يعني مش كل سنه بتيجي مش ناطرينكم ال 240 يعني اكيد بس سؤال بسالك هلا اذا واحد ما عنده اولاد بديربون ما عنده اولاد بنقول بديربون عم يروح على سكول ديربون ما في هيك فورم يعبيه انه لحتى يطلع هو برات برات الاكزامشن بس يطلع برات القصه كلها هي انا ما عندي حدا بديربون والله لانه هو ريزيدنت ولا لانه هو ريزيدنت وقاعد بديربون بده يدفع هذا واجب كل مواطن كل مواطن يدعم المدارس والله في ناس حتسبك حلك شغله حلك شغله خيي اخي كلمه انا اليوم بدعي كل العالم لحتى تصوت يس على الباند برجع بقول لك مش لانه انا موعود ببوزيشن او ناطرني شيء يعني لا والله بس لانه انا بعرف فيرست هاند يعني من حالي بعرف شو اهميه العلم وبعرف حالي انه اسال على شراره بالمناسبه تحيه له انه اليوم لما تحط بيت للسيل بدير قد ايه ضاين حطين بيع معلش قد ايه ضاين يعني ما في بيوت اساسا خي لما يكون في بيت لما يكون في بيت طب ليش شو لا لا لما واحد ينقل يعني اوكي طب ايه شو السبب طيب ليش خي على راسه وعيني عندنا احسن كوميونتي وعندنا احسن بدك هي بس ما كمان عندنا مدارس عندنا كمان سيفتي عندنا كمان مقومات المدينه المنيحه الغنيه
يعني برجع بقول لك عنا تحدياتنا على صعيد المدارس وصعيد السيتي بس مش معناها بيرفكت لانه اولى لانه انا اذا بدي احكي حديث جالية لا مش كل مدينه كل حدا عنده تحديات وكل انسان عنده تحديات وعنده مشاكل. طيب انا حبيت اقول لك بس انه بدا العام يصوتوا ياس وبالنهايه مش عم بقول لهم هيك حتى بس يسمعوا كلمتي يعني لا يعملوا بحثهم يسمعوا الحلقه اليوم يسمعوا الحلقه جمعه الجاي باجي تحيل النو جروب لانه بالنهايه اجان القرار والقرار المضاد حلو خليها لعبه ديمقراطيه روح رياضيه تبقوله واللي بيربح حصانها على قلبه بس بلاقي احلك شغله يا ريت لو الكلب يكون انفولد يكونوا كلهم منخرطين قبل وبعد البان قبل بس اثناء بس عجبتني هذه وبعد... اللي بيربح صحتين على قلبه عجبتني الجمله تعرف ليش عشان انت حتربح شيء انت ما هو انا هين منه شوي بوزيشن وهن شو لا ما انت عم تقول صحتين على قلبه اللي يربح على قلبه يربح بمعنى يعني انه يعني في ربح بينبسط انه انا التشويس تاعه اليوم ربح بس ربح. من هي الربح الاكبر هو مين الطلاب المدارس تلاميذنا معلماتنا فنحن بدنا ندعم المدارس بدنا ندعم المدينه ونحن متاكد انه كلنا هيك بس انا بطلب منه الشغله اذا هن بيقول لك ساعد بيقول لك بس عفوا اخر شغله يا اخي لا اطلبها لانه جماعه جاي حيردوا عليك طيب على راسه وعيني احنا ما اصل على قلبي بقوله طيب بيقول لك ان احنا مش شغلتنا نحن نجيب بلان طب اذا انت عم تقول لي هاي البلان تاعتك مش ماشي حالها او انا شكك فيها اول شيء طب اعطونا البروف انه في خلل باستعمال وباداره الاموال اللي مرقت قبل طب ما في بروف بيقول لك انا مش شغلتي لك يا اخي ما انت عم تقول لي ما انت عم تعطيني وين بينتك هاي واحد اثنين ما فيك يعني كمان تقول لي انه انا عندي بلان وانا مش شغلتي او مش مدفوع لي انا اجي اعطيك بلان تاني طب ما انت يوم انا اجي يا عباس ما تعمل هاي الشغله هيك بتقول لي كيف بدي اعمل بلغ مش شغلتي روح اسال مثلا فين كيف يعملها ما انا عم بقترح عليك اعطيني فكره ما فيك تقول لي اعطيني 80 مليون هلا او 67 مليون او 78 مليون وبعطيك مكفي الباقيين لا في اسس في بروتوكولات للستيت اوف ميشيغان بيجي بقول لك البيرو كونستراكشن بيرو اوف كونستراكشن كودز يعني في شغلات خارجه عن اداره وعن كنترول المدينه والمدارس ونحن واقول لك يا اخي معلش كمان يعني بتحملوا مني اصحابنا بالنو جروب انه قصه ما هذه انه البوليتيشنز انه هو داعمين البان اول شيء خي هم لاني حيستحملوك بس انا بدي اقول لك شغله حتقول اول شيء هون يعني اخر مره حتقول اخر مره كلمه اول شيء اول شيء هون خبين هول من تخبير بالناس ايه؟ هول ناس انتخبوهم بالالف يعني هول يعني مؤتمنين على العالم ايه؟ ان كان ستيت ريبريزنتيف حمود ولا الكل تحيه للجميع اوكي ثاني شغله طب ما عم نشوفكم كل يوم بتصوروا مع حدا من البوليتيشنز يعني ما على شيء يعني كمان انه ما بدنا البارتيشن ما بدنا نكون ازدواجيين عطوك البارتيشن عطوك عطوك تكريم من يومين عطوك انا بفتخر بالايباك انا بفتخر اكون عضو بالايباك لانه عم بيمثل الكوميونتي لاخر 22 سنه وانا ما ببيض طناجر خي عباس لا فانت يعني. انت بنظرك انت انا عم بحكي عن نو جروب هلا انت طوشونا عم بيقولوا انت تقول على الايباك انه كيب البارتيشنز اواي لا كلهم حندخل موضوع ثاني لا 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 مش سياسي حتى الآن وضع لا لا تحيي الكاب عندي وعدك على الإفاق لا حبيبي عادل تحيي لا خلينا في البريكس لا طول لي بالك عادل ما عليه شيء حبيبي لا بدنا نعطيك واحد حقه واحد نعطيك كريدت ما عليه شيء تحيي لكل البوليتيكال اورجانيزيشنز اولا ايباك هن من اول ناس كانت هون مش موضوعنا مش عم دافع عنه سباقين يعني بس انا عم بقوله انه النو جروب they kept telling us انه keep politicians away from the classrooms طب هن عم بروح على الفندريزر تبع politicians طيب ولا هلا لانه انت انت كمان داعمينك البوليتيشنز وال بس انا ما بس انا ماني ازدواجي السياسيين انا ماني ازدواجي داعمينك ماني حاطين ماني ازدواجي انا انتبه لا هلا هلا اذا انت عم نحن طولنا بالنهايه ايه اكثر اكثر هلا بدنا نختم نحن بالنهايه خضر شكرا لك يعني وانت حطيت هلا الامور ليك الامور الجانبيه اللي صارت تحت هذا البرنامج او تحت الشغلات الخاصه انا هيدي ما بفوت فيها وما مش خاصه هكي. يعني حتى اللي تعرض له يمكن حسام ما ذكرته اذا لاحظت مش خاصه هذا شغلي ما بت يعني ما هاي مش ضدي ايه؟ انا ما بحكي ضدي احنا هن ضلوا يقولوا له انه كيف بارتيشن خي ما هول هن ممثليننا كيف يعني كيف بدي خلينا السكول بورد ضد برا المشروع كيف بدي خلي انا اعضاء مجلس التربيه ضد كيف بدي خلي انا اعضاء مجلس البلد اللي هن عندنا اولاد بالمدارس كيف بدي انا اخليهم برا الموضوع كيف يخلي الستيت ريبريزنتيف عبد الله حمود اللي هو مؤتمن على مدارس ديربون ايضا على الستيت ليفل خليه برا الموضوع كيف يخلي سام بيضون وين كاوني كوميشنر كمان خليه برا الموضوع طب كيف لا هلا ما نخليه يعني اني ما يعني هن مطلبهم هم مطلبهم لا هن يعني يمكن عم بيقولوا يمكن يقولوا انه جنبه هودي الناس انه ياثروا على ان هي لهم مصلحه اني يقولوا لا وانت لك مصلحه تقول ياس
تحيه يعني لهم. يعني انا مش عم دافع عنهم، انا مش عم دافع عنهم، تحيه. انا عم اقول لك انه هن عم بيحاولوا انه ابعدوا الجو السياسي عن هذا الامور، هذا صوف بكره هن بيجاوبوا على حالهم، على راسي انا ما بجاوب عنهم. تحيه لهم، اتمنى نبتعد عن المعارك السياسيه وما دخلنا يعني اول امور الشخصيه حتى. يعني مع بعض الناس اللي مع الباند وضد الباند بختلف معاهم كثيرا يعني، بس هاي هذا الباند هو لاولادنا اول شيء واخر واخر شيء يعني. واحد يحط مصلحه، إن واحد يحط مصلحه الاولاد صح. اول او قبل كل شيء طبعا. الشيء الثاني انه والله الناس حتروح تصوت ان شاء الله في نوفمبر 5، ولا تقدروا تصوتوا الان على فكره، من الان تقدر تروح تاخذ ابسنتي بالت ان يو فوت فروم توداي، وحتصوت بنعم او لا. بس اتمنى انه الناس لما تروح تصوت تكون عارفه ليش مصوت. حلو. ومش بس والله عشان سمعت خطبه رنانه مني ولا من الاخ خضر ولا من الاخ اللي هو ضد النو جروب ولا ضد الباند، وبيعمل القرار تبعه والنو بيسن والله انا سمعت شخص كذا ولا شخص كذا. هاي تعتمد لك شخصيا يعني، بس ما تاخذش هذا الامر انه والله شخصي. خلاص لانه شخص قال لا. كذا انا بروح معه، لا ديمقراطية. ولا شخص ضد كذا انا ضده، يعني مش هتاخذ بالامور. لازم واحد يدرس الارقام ولازم يشوف اوكي هاو ماتش ام جونا سيف، وهي الارقام وهي المعلومات كل عنده معلومات يعني معلومات الحقيقه فاكتشوال انفورميشن. هاو ماتش يو جونا سيف اف يو جونا اف يو ثينك ذات والله هذا الشباب اللي في السكول بورد واللي في اللجنه ما جابوا لنا بلان تمام، خلاص روح صوت نو. اذا انت شايف انه والله عملوا العمل الطيب وعملوا عمل شفاف وبيجابوا على كل اسئلتنا وذير اكاونتبل، خلاص روح صوت يس. وهذا الشيء حيوري كمان الاعضاء ويوري المدينه كلها انه والله كان في عمل، وفي كمان ناس بيقولوا صوتوا لا صوتوا لا. اصلا في ناس بتقول لك صوت لا لاي تاكس انكريس او تاكس بروبوزل بالمفتوح، يعني سواء كان كويس لاولادنا سواء ما كانش كويس احنا خلاص يقولوا زي ما يقولوا في تونس لقد هرمنا. ها لقد هرمنا من هذا في رابع في من التاكس، وانا يعني أثمن ذلك بس إن شاء الله ما نستخدمش السياسة كمان عشان نضر في أولادنا طبعاً. نستخدم واحد يحط مصلحة العامة قبل إحنا قبل خاصة. قبل ما نخلص بس هقول بس هذه يمكن الظاهر لك شغلة صغيرة ظهر عنا بالجالية مش كتير كتير منخرطين بهذا أكيد عن جد صراحة بهذا الباند ما بعرف يمكن مشغولين بشيء شغلات تانية لأنه اذا هلا بنفتح يلا موضوع بنلاقي كومنت كتير انتبه هذا هلا هذا البان او هذا الموضوع يلي انا بتفاجئ من جاليتنا الامور الحساسه والكتير دقيقه واللي فعلا هي اساس بنيان المجتمع أكيد. ما عم بيتشاركوا بشكل فعالي كتير كبير للاسف الشديد للاسف فعلا للاسف. ونحن هقول لك شغله صغيره هلا صراحه وفكر فيها بكل نحن بدول العربية أو يمكن بكل عالم الاغترابي بس نتعلم من الأجانب منطق الديمقراطية الرأي أكيد. بننجح أكيد. عادل آخر شيء عندك بدك تقول آخر شيء على البريكس أنا بقول بس الحجارة على مين بدك تكسرها هلا لا لا ما نكسر أي حجارة لا البريكس هو الحجارة يعني أحترم كل الناس اللي عندهم آراء بشكل محترم بشكل ديمقراطي بشكل حلو بشكل أخوي حتى لو كان في الشق الآخر يعني أثمن جهودهم وأثمن كمان جهود الإخوة والأخوات اللي بيحاولوا أنهم يقنعوا أو يجيبوا المعلومات الصحيحة للأهالي عشان تقرر لأنه يوم 5 نوفمبر إن شاء الله بناخذ القرار الصح وإن شاء الله يكون يعني القرار بنكون مقتنعين فيه مش بس نوقف نشاطنا في يوم 5 نوفمبر أو 20 الثاني، احنا بنكمل مع المدارس بنكون مور انفولفد بالمدارس. والله بشوف ولدي بساله كل يوم ايش سويت في المدرسه اجي لا متابعه يعني متابعه ضروري من الاهالي ومن غير الاهالي يا اخي نحتاج مساعدتكم الجميع اللي عنده بزنس وبده يعمل بزنس مع ديربون سكولز اهلا وسهلا يعني هلو. الباب مفتوح فانا اثمن كل الجميع اللي بيشتغل بكل يعني احترام وما في أي هجوم بصراحة. أنا أقول الأشخاص اللي بيهجموا شخصيا على الأشخاص الآخرين في الجانب الآخر
اقول لهم الله المستعان يعني بصراحه يعني عيب الشوم زي ما يقولوا باللبنانيين عيب الشوم هلا يعني هلا عيب الشوم عندكم باليمن بيشمل لا نقول يعني الله المستعان استغفر الله العظيم يعني يا منعاه هذا هلا هقول ان شاء الله دقيقه بس شكرا لك عادل واهلا وسهلا فيك وان شاء الله كمان لما تترشح او تعيد ترشيحك ان شاء الله الله يعني يوفقك ويحالفك الحظ الله يقدرنا على عمل الخير وتكون وتكون اكيد نحن بالنهايه بهمنا بالجاليه كل شباب ناشطين او كل الناس اللي بتقدر تقدم شيء لابنائنا بالجاليه مشكورين من كل المجالات وكل الاصعده خضر تحيه لك تحيه لعاد تحيه للمشاهدين انا بدي العالم كلها تو فوت يس نوفمبر 5 ان شاء الله هيدي في مصلحة المدارس مصلحة تلاميذنا وتحية لكل العالم يلي بيتوافقوا مع رأيي أو بيختلفوا نحن أخوة وأحباب وأصحاب بني ابن جيلي أولاد جيلي وحدة أولاد منطقة وحدة أولادنا كلهم بالمدارس إذا يعني نجت المدارس كلنا نجينا معها وإذا لا سمح الله غرقت المدارس كلنا غرقنا معها ما بدنا نأخذ أشياء شخصية وإن شاء الله يا رب الله يقدم في الخير لأنه للجميع وبشكر أخي عباس تحية لك مبروك المنصب Thank you حبيبي أكيد عزيزنا المشاهدين ومتابعين متابعين برنامج حديث الجالية وواتساب ميديا نتورك شكرا لكم طولنا عليكم شوي صغيرة بس أخيرا قبل ما أنهي بدي أرجع أتشكر بس اللي أكيد يعني هني داعمين لهذا البرنامج بكل حلقاته ليمو إكسبرس مروان فرج مش مروان فرج هو مروان فرج صديقه وحبيبه ل أحلى أكيد حبيبنا عالم. كلنا مروان أحلى عالم مروان وأكيد علي شرارة نمبر وان تيم أوف علي شرارة ديربون جاكوار الكابتن محمد حجازي بيجري عبد أيوب الأويل تشينج المعروف اللي على أوكوود أوكمن وفوردرون أنا ما بغير اللي عنده مش لأنه بس حبيبي الحاج عبد أكيد ميدريد الدكتور حسين عبد الله ديزرت إن ألاسكا إن شاء الله كمان ديزرت إن ألاسكا يقدم مناقصة ويفوت ب إذا أكيد إذا فازوا بال بالتصويت تكون كمان انت من الشركات اللي كتير مهمه ببناء الهيت اند كولينج كولر صراحه كتير الحاج نمر انسان محترم ليو كوني ايلاند للسيد ايوب ايوب واخيرا فيديت ريهاب فيزيكال ثيرابي ريهاب سنتر طارق عواده شكرا لكم ان شاء الله بنلاقيكم الجمعه الجاي مع اكيد مش معهم هن مع الضد الباند البريكس ان شاء الله وشكرا لحسين هاشم اللي خلينا كمان وقت اعطانا فوق وقتنا على امل انه دائما ان نتطلع ونشاهد ونعمل من اجل جاليتنا بغض النظر اذا اتفقنا مع بعض او لم نتفق ولا ندع الخلاف يكون هو سبب في شرزمت ما بعرفش طلعت من وراكم شرزمة الجالية تحية لكم ويعطيكم ألف عافية شكرا لكم الله يخليك